السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ اليوم جولة في أحد من شلال العراق، المكان السياحي. ترى المكان يخبل، ما أطول عليكم المقدمة، بس عدنا سحبة جائزة لمن وصلنا 20,000، وما بقى شيء. كل واحد أتمنى يشترك في القناة. خلي نشوف المقطع، مشاهدة ممتعة. أوكي، هذا الشلال في مدينة سوران، أجمل شلال، وما شاء الله في زوار كثير. أنا مريت هنا بهذا الشارع أتوقع 3 مرات أو أكثر، مرة واحد وقفت هنا، مو زيادة يعني، كان نمشي بس. مرة وقفنا يعني صورنا المكان. ترى المكان خرافي. في مكان العائلي، في مطعم، في أتوقع هسه في فندق أيضا، يعني باوع ما شاء الله على المكان. المكان والله يخبل، هذا المكان في العراق. العالم يروح يصرف فلوسه في أوروبا وفي تركيا، ما أدري. يا أخي تعالوا هنا أرضنا، أحلى مكان والله في الدنيا، أحلى مكان. هذا المناظر وعلم الكردستان. ترى هنا شمال، أي واحد من خارج أو من داخل العراق يزور هنا، ترى المكان سهلة، يعني كل واحد أتوقع أكثرية عالم يعرف هذا المكان، لأن المكان في زوار كثير، يعني كل عالم يعرف هنا. وفي على الخريطة جوجل، في شو اسمه، في الموقع تكتب شلال قلي علي بك، راح يعطيك المكان. ما شاء الله، شوف الجو، ما شاء الله بطيخة، يعني في ما شاء الله. ترى أكثرية زوار هنا عرب مو أكراد، باوع. صار المكان صارت سياحي، ما شاء الله المكان يجنن والله. هسه إذا شافوا يعني عالم شو اسمه غير العراقيين، يعني إذا شافوا هذا الأماكن يقول هذا في عراق، يلا زوروا بس خلي يفتح الطريق والمطار. نخليكم على رأسنا، اي واحد يعني في دول الخليج، يعني مثلا سعودية، كويت، اي دول، نخليكم على راسنا. وفي مقاطع، يعني كل يوم ننشر مقاطع، ان شاء الله نجيب لكم اماكن مثل هذا المكان حلو، نجيب لكم. ونشرنا مقطع البارحة، المكان يخبل ترى في مدينة العمادية، وإن شاء الله نجيب لكم أكثر. اشتركوا، لا تنسوا تفعيل الجرس، وعدنا لما وصلنا 20,000 عدنا سحبة جائزة إن شاء الله، أي واحد حظه حلو يطلع له جائزة. أوكي، شوف المناظر، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، والله هذا عراق أخوان، أقسم بالله عراق، مو غير مكان، كردستان العراق هنا. شوف المكان، شوف المناظر، يعني والله تنصدم لما تشوف العالم، يعني يشوف العراق عراق صحراء، لا مو هيك، عراق مو صحراء.
ترى أجمل أجمل مناظر في العراق بالنسبة لي أحلى من أوروبا والله. باوع ما شاء الله. حبايبي وصلنا نهاية المقطع، أتمنى تخلي لايك واشتراكك للقناة مهم جدا. لما وصلنا 20,000 عدنا سحبة، يمكن جوال موبايل يمكن غير شيء يمكن، المهم اشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا.